بمناسبة يوم المرأة العالمي أحب أوجه هذه الرسالة. المرأة هي كل الحياة، هي الأم، المرأة هي الأخت التي لا تعوض، وهي الزوجة شريكة الحياة، المرأة هي البنت الحنون، فرفقا بمن وصى الرسول بهم. افتخري كونك أنثى. بمناسبة يوم المرأة العالمي حابة أهني كل امرأة موجودة على وجه الأرض، وحابة أشكر الأمير محمد بن سلمان، وترى كل يوم أدعي له على هذه الإنجازات اللي صارت بالسعودية. أحب أشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده الأمين على إتاحة المرأة السعودية في جميع المجالات، وأشجع كل امرأة سعودية أنها تكون نفسها وتثق في نفسها، وإحنا إن شاء الله قدها وقدود، والحمد لله على كل حال. كل امرأة في هذا العالم تستطيعين أن تكوني عنصرا إبداعي في هذه الحياة، فإنك جزء لا يتجزأ من المجتمع. مخطئ من يظن أن المرأة هي نصف المجتمع. المرأة هي كل المجتمع، فهي المربي والمعلم وعجلة الاقتصاد ومصدر القوة. بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، اليوم نحن النساء نقدم أفضل إنجازات، لأننا نستحق أن أسامينا ترتفع وتندرج تحت قائمة أفضل أعمال قدمتها المرأة. بمناسبة يوم المرأة العالمي حابة أهني كل مرأة سعودية على هذه الإنجازات اللي وصلنا لها، وحابة أشكر محمد بن سلمان وملكنا الله يطول بأعماركم. كونوا شيئا مضيئا بحياتك.